كان كويس يعني في مستوى الطالب المتوسط، ممكن شويه في مستوى الطالب المتفوق لازم تفكير شويه، بس هو الامتحان كان كويس والحمد لله، كان طويل بس كفانا يعني، بس الحمد لله يعني حلينا. ايه اهم الاجزاء اللي كان فيها صعوبه؟ كان الكومبريهنشن جت قطعه سهله وقطعه محتاجه تفكير شويه، وطبعا الفايند مستيك في حاجات كده محدش ياخد باله منها يعني، لازم يكون مذاكر بجد، بس يعني الترانسليشن برضو، بس الحمد لله يعني هو حلينا يعني. امتحان سهل جدا ما فيهوش اي حاجه، بس في بعض بس تكات في المعاني وكده، وفي بعض الحاجات الصعبه شويه يعني في الجرامر وكده، بس هو سهل جدا ما فيهوش حاجه هيتحل. الامتحان كان حلو جدا وكان جاي سهل الحمد لله. لا لا كله كان سهل الحمد لله. لا بالعكس، ان كله كان حال الحلو وكله خارج مبسوط زي ما انت شايفه كده. الحمد لله تمام، الامتحان كان حلو، بس الامتحان ايه، لا كان فيه حبه تريكات شويه، بس هو الحمد لله كان يعني مش للدرجه، كان شغال الحمد لله. لا الرقابه كانت جامده جدا، اللجان كانت جامده جدا. لا واي حد بيفكر ان هو يتكلم اول حاجه بيقولها له محضر غشه، لو اتكلمت هتسحب الورقه، ومحضر غشه بيتكلموا بطريقه وحشه قوي.